نرحب بضيوفنا الكرام في إطار الاحتفال بذكرى تأسيس المندوبية العامة لإدارة وعلى آله وصحبه. في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالذكرى 15 لتأسيسها والذي يصادف 29 من شهر أبريل عند كل سنة، حيث تم استحضار المنجزات التي قامت بها المندوبية العامة لإدارة السجون في إطار تأهيل وأنسنة ظروف اعتقال السجناء، وكذلك الشكر والامتنان لجميع الموظفات وموظفي هذه المندوبية العامة على التضحيات التي يقومون بها وعلى تفانيهم في العمل وعلى نكرانهم للذات من خلال العمل المتواصل الذي يقومون به من أجل السباب والحفاظ على الأمن العام داخل المملكة المغربية. كذلك وبغية تحفيز هذا الموظف هذا، أحدثت المندوبية العامة جائزة الموظف المتميز، حيث تم اختيار وانتقاء موظف من فئة الذكور وموظفة من فئة الإناث. هي ضابط مربي ممتاز ناديه الفوج رقم الاداري 120 80. كنشكر الاداره المؤسسه ديال السجن المحلي ايتم للجوج، المندوبيه العامه لاداره السجون، جميع الموظفين والموظفات ديال المؤسسه. انا فرحانه بهذه الجائزه، كنتمنى التوفيق والازدهار لجميع الموظفين. انا هذا التكريم هو شرف ليا وكيزيدني انني نزيد ان شاء الله في المسيره ديالي القدام ان شاء الله.